أكدت إدارة شركة مطار الخرطوم الدولية أن جدول الرحلات اليومية يسير بصورة طبيعية وأن حركة الطيران نشطة جدا. ونوهت إدارة المطار إلى أن حركة الطيران تسير بصورة عادية، مشيرة إلى أن جدول الرحلات اليومية يسير كذلك بصورة طبيعية. ونوهت إلى أن الخطوط الأثيوبية والمصرية تعملان بصورة عادية حسب الجدول. وقالت أيضا أن هناك عددا من الشركات طالبت برحلات إضافية، مشيرة إلى أن طيران فلايناس يعمل بصورة عادية حسب الجدول، كما طالبت بعدد 12 رحلة إضافية. وأكدت أن شركتي تركو وبدر تعملان أيضا بصورة جيدة، كما طالبت أيضا برحلات إضافية بجانب طلب آخر لرحلات إضافية من الخطوط العربية. وأشارت إدارة المطار إلى الرحلات التي تم تنفيذها حتى الساعة 9 من صباح الاثنين تمثلت في فلايناس جدة وتركو جدة وبدر أيضا وبدر القاهرة وبدر جوبا والأثيوبية أديس أبابا. أكد والي القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم انسياب صرف وقود الزراعة بالنسبة للمزارعين بالولاية، حيث تم توزيع أكثر من 9000 برميل جازولين لمزارعي المنطقة الجنوبية والتي تغطي حاجة 700000 فدان من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة بالمنطقة، مغربا في ذات الوقت عن التزام المركز بضخ الكميات المتفق عليها للولاية في الموعد المحدد حتى يتمكن المزارعون من ترحيل وقودهم إلى مزارعهم، خاصة مع بدء هطول الأمطار. وقال عبد القيوم ان البنك الزراعي السوداني قد ورد فعليا مبلغ ملياري جنيه لفروعه العامله بالولايه لتشرع من جانبها في اجراءات تمويل المزارعين لمرحله التحضير. وزعنا اكثر من 8000 برميل جاز، المنطقه الجنوبيه متغطي تقريبا مساحه اكثر من 700000 فدان، وجاري ان شاء الله توزيع الوقود للمرحله الثانيه باذن الله. وفي نحن متابعة يومي لانسياب الوقود من بورسودان، إن شاء الله يوم غدا عندنا 21 شركة حتستلم إن شاء الله حصتها من الوقود ما يعادل 40000 تقريبا برميل بتاع الوقود. برضو البشريات إنه تم تصديق مبلغ 2 مليار جنيه يوم أمس للبنك الزراعي، وإن شاء الله حتوزع لي الأفرع في المناطق المطرية كلها، ونتوقع أنه بكرة يوصلنا التصديق بتاع ولاية القضارف ونبدأ إن شاء الله تمويل للمزارعين بإذن الله تعالى. بالأثناء قال أحمد عبد الرحيم العوض ممثل المزارعين في لجنة ضبط وتوزيع الوقود الزراعي بالقضارف إن موقف انسياب المواد البترولية مطمئن للغاية، وإن معظم مزارعي المنطقة الجنوبية قد بدأوا فعليا في ترحيل وقودهم. وأشار العوض إلى وفرة وقود الجازولين مما سيمكن من البدء الفوري في توزيع الحصص المخصصة لمزارعي المناطق الشمالية والوسطى. حقيقة تم التوزيع لممكن 7 مناطق في المناطق الجنوبية، واللي هي منطقة أبسبيكة، منطقة تمسينات، منطقة باسوندا، منطقة الفشقة، منطقة الكفاي، منطقة أبو عروة، منطقة أبو ود الشاعر. تقريبا يعني دي الحصة الأولى، وإن شاء الله حيكون في انسياب بالنسبة للجزلين لتوزيع للمناطق الوسطى والشمالية في المرحلة القادمة. والحمد لله اطمأنينا يعني أنه في تخصيص لكميات كبيرة إن شاء الله حتصل لمدينة القضارف للتوزيع في المرحلة الجاية إن شاء الله. أشاد والي النيل الأبيض المكلف بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بقطاع الكهرباء، جاء ذلك خلال زيارته لمحطة أم دباكر الحرارية بمدينة ربك، وامتدح الوالي المكلف الروح الوطنية العالية للعاملين وانتظامهم في تسيير دولاب العمل بهذه المؤسسات عقب عطلة عيد الفطر المبارك، ما يؤكد حرص العاملين على استقرار الأوضاع بالبلاد. وقال إن هذه الجولة على محطة أم دباكر وعدد من البنوك العاملة بالولاية كشفت عن وعي مواطني الولاية ودورهم في المحافظة على الأمن والاستقرار، مؤكدا التزام حكومته بإنفاذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي في الاهتمام بمعاش الناس وتحقيق الأمن والاستقرار بكافة محليات الولاية. في أمان الله، الليلة نحن طفنا على وزارة التربية والسوق وبعض البنوك، والحمد لله وتيرة العمل تسير بصورة طيبة جدا جدا، والليلة أحسن كثير من أمس، ونتوقع أنه بكرة بإذن الله تكتمل الحلقة بنسبة 100%، ويواصل دولاب العمل مسيرته بكل طمأنينة. الانفتاح الأمني كامل، الناس في الوزارات، الناس في الأسواق، الناس في كل المرافق الاستراتيجية والمرافق الخدمية بصورتها الكاملة. مشاهدي الكرام، أجمل تحية. للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا شروق دوت نت.
تحية لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.